فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصلوا في استقبال ضيوفنا. نحكيوا مع لاعب من اللاعبين اللي تألقوا خارج تونس خلال الموسم الماضي في رأس بالعربي في عارة كان من نجم الساحلي، في رأس أمضى أول أمس تقريبا مع نادي جديد في الإمارات. باش ناخذوا عنده كل التفاصيل في رأس بالعربي، موجود معنا بالتليفون. في رأس، أهلا بك. مرحبا بك سلام، ومرحبا بكل المستمعين. اول حاجه قبل الكونترا الجديد نحب نبارك لك على الكونترا الاهم خويا، منذ ايام تقريبا احتفلت بزواجك وامضيت اهم عقد غالي في حياتك. صحيح، يبارك فيك. 19 الشهر اللي فات انا امضيت العقد نتاعي يعني تاع الزواج. اي باهي العرس باهي باهي ولا من زي من اللون اسالك من بعد؟ لا باهي قول لهم هو باهي علق. المدام تسمع غالي؟ ها مدام؟ لا مدام بعد سمعت يا باهي. في راس امضيت مع نادي عجمان في الامارات عقد جديد، احكي لنا كيف جات نسمع قعدنا مده الفريق ظهر لي برشا فرق على تبع فيك في الامارات، كيف بدات الاتصالات، كيفاش علاش اخترت الفريق هذا بالذات؟ صحيح والله معناها ملي في وسط السيزون كلموني ديجا عجمان وقلت لهم راهو ما يجيش خاطر انا تو معناها سو كونترا مع فوجيرا ما نجمش نجاوبكم ونحكي معاكم في الموضوع هذا، كان فما حاجه من بعد ما توفى الشامبيونات. افكتيمون بعد ما فات الشامبيونات معناها عاودوا كلموني قالوا لنا احنا راهو نحبوا عليك ونتبعوا فيك عندنا مده وحشنا بيك ونحبوا على بروجي سبورتيف معاك وكل شيء. دونك قعدت مع الرئيس فهمنا عجبني البروجي وقعدت 3 سنين معاهم. البارح معناها اوفيسيال صححت الكونترا وان شاء الله تجربه جديده في حياتي، ان شاء الله تكون خير من قبل وان شاء الله نقدم اللي عليا ونقدم اضافه لعجمان. وينك ظهري الهوايه في الامارات؟ والله ايه مش يقلبني، شو واحد يخدم على روحه ويكون سيريو ويكون بروفيسيونيل ويحترم الناس والناس تحترمه، نتصور هذاك هو اللي قاعد ينجحني. معناها في كل نتصور في كل كلوب مشيت لها معناها نخرج من الباب الكبير ونخرج بيرفورمانس باهي، معناها الكل تخلي انطباعات باهي كما يقولوا في الكلوب الكل. كيف الفجيره معناها حبوا يعاودوا معايا، قلت لهم راه ما نجمش معناها مالوريزمون تحت الديفيزيون 2، دونك قلت لهم ما نجمش معناها نلعب في الديفيزيون 2. وجيت عجمان وفما دو كلوب اخرين في الامارات، فما في السعوديه وفما في قطر، لكن انا خيرت الامارات لانه انا عرفت الشامبيونات وعام شويه قلت خلينا نعمل معنا عامين ان شاء الله 3 سنين ومن بعد واحد يشوف حاجه ما خير ان شاء الله. النجم ظهر لي كان ايضا يحب يرجعك، انا خاصه لاس على دريدي يعرف مليح في راس بالعربي وظهر لي من الناس اللي ساهمت في تالقك حتى كي كان في السي ابي. صحيح، انا اول واحد طلعني معناها في كي طلعت سينيورا واحد امن بيا هو لاس على دريدي، بالمناسبه نشكره برشا. قعدت معاه وحكينا ومعناها وقنعته وقلت له انا تفكيري قاعد حبيت نقعد في اللي نزيد نقعد في الامارات بصراحه، معناها التجربه عجبتني قلت له نحب نكمل في الامارات. وهو معناها قال لي كان متفهم وقعدت مع سيريتا وقلت له قال لي معناها جيب لي ربي وجهك خير وكل شيء. دونك فهمت مع عجمان خاطر الكلوب لهنا والعالم في الكورونا كل صعيب شقا كلوب يشريك معناها تو ترانسفير ويدفع الفلوس نتاعك انت من بعد سيرتو في الخليج صعيب معناها ايكيب تصح الجوار 3 سنين. ما الحمد لله انا معناها نوبيه من الاول واللي قعدت على فهمنا في كل شيء. توا الكره في ساقي كما يقولوا، لازمني نقدم كل ما عندي ولازمني نعمل عام خير من عام ناول باش ان شاء الله ناخذ لي زوبجيكتيف نحب عليه. النجم استفاد ماديا هكا ولا؟ بيان سور اي بيان سور استفاد من عام ناول السنه، استفاد بالكدا نتصور وفي الفلوس اللي خليته من عام ناول انا نتصور خرجت من الباب الكبير وجبت فلوس اللي توات في راس. بخلاف الفلوس اللي خليتهم انت، فما مليار عام ناول ومليار السنه ظهر لي هكا ولا؟ هكاك عام ناول اقل شيء مليار، السنه مليار واش؟ 2 مليار و200 وعم ناول 800 هكاك. في ناس ما تشوفش معاش كرويا بعدك شويه لو كان تكون في ليتوال معاش حتى كرويا تكون قريب من العينين وقريب من المنتخب، خاصه انك رجعت الفورمه ولا لا ما خسرتش من الناحيه هذه؟ لا والله نقول لك الشامبيونات هنا راه مش سهله. نعرف اي اكيد اي اكيد. احنا في بالنا معناها في تونس انه الشامبيونات نتاعنا هي الاولى او لا احد، عرفت؟ فراه بالعكس معناها هنا الشامبيونات كثير تيران معناها قويه برشا. في سؤالي كان شفت في راس ما قلتلكش على القوه، انا قلتلك بعيد شويه على عينين، خاطر نعرفها في الامارات الدوري ممتاز استادات من احسن تراس، صحيح ولا؟
اي صحيح. لا والعينين بغزر كان انت بتقدم مردود به عيني بتقعد معك، كان انت بتطفى انت بتطفى بيزك منا ولا منا في الاتوال ولا في اي كلوب في تونس ولا خارج تونس، كان انت بتعطي بيرفورمانس لعبت باش تحكي عليك والصحافه باش تحكي عليك سواء في تونس ولا في الامارات، دونك شو قاعد اسمك الفوق وشو قاعد معنا عينين عليك. كان انت باش تيح وتخمم في حكايات اخرى وتقول سيبوني وصلت وباش راني في عشمان وكاو بيان سور ما عادش حتى حد باش يغزر لك، وانا قلت لك عندي ديجوبجيكتيف اخرين نحب نوصل لهم. دونك المرحله الاولى قلت اني نجي الامارات ونكونفيرمي عملنا ولا عملت عام باهي سنه اذا ثم جمعيه شريتني، ومن بعد يعني ان شاء الله اوبجيكتيف باهي باش نوصل له بخير اللي هو اللي هو باش نمشي لكلوب كبير في الامارات ولا تطمح في اوروبا ولا شنو بالضبط؟ في اوروبا خارج كسر راح نلعب على شي كلوب يلعب على التيكس سواء في اوروبا في خارج اوروبا في فريق ما شوين بالضبط. ما اللي قلت وانا لازم نمشي لكلوب يلعب على التيتر وحاب نخدم عليها وربي سهل. المنتخب ما عرفش شرطي صارت مع المدرب منذ الكبير ولا ايه؟ ليه والله ما صار لنا فتره ما حكيتش انا وياه ملي جيت معناها انا جاي للفجيره اخر كونتاكت صار ملي انا جاي للفجيره قال لي كوره عندك بعد ما عودتش حكينا جمله معناها. حتى قلت له كان انا نخدم على روحي كان فما حاجه مرحبا ما فماش حاجه هذه كرة ربي وجههم ربي ان شاء الله ربي معنا. جمهور الاتوال شفنا حاسه كبيره معناتها انك ممكن تكون في الفريق العام الجاي في راس يحبوك برامو جمهور الغد. ايوه انا بدي جاوني دوما فيت الشامبيونات جاوني دي ميساج برشا من الاتوال يرجع معنا ويرجع معايا واحد معناها الكوزينه انترن كما يقولوا ما يعرفها كان جوار والواحد نرجع غاديك بعد معناها تعديت دي بيريود باهين كيما تعديت دي بيريود خايبين في الاتوال دونك واحد ما يقولوا ما يحس بالجملة كلي ما عفص عليها دونك واحد كي جي حاجة كما هذه ما زموش يفلتها تعدت معنا بطاساج باهي في الاتوال في سواء مع المسؤولين مع الاداريين مع الجمهور ما نتصور ما راهو مني كان الخير ما عفيت أنا ما حسبت حتى دقيقة ولا حتى قطرة عرق وهذه كرة القدم واحد محترف كل مرة في بلاصة المفيد وين تمشي لازم تخلي انت بعد باهي وكذا صحيح. في راس يعطيك الصحة وبالتوفيق إن شاء الله. عايش ربي يفضل. دونك كان هذا في راس بالعربي كان نحكي عن انتقال النادي عجمان الإماراتي. موزيكا بعد شوية نكملوا آخر جزء من حصتنا اليوم باش نحكيو مع أسامة ملولي على مثوله اليوم قدام الفرقة الاقتصادية بالجورجانية.